مرحبا واهلا وسهلا بكم وسلام للجميع. اليوم سنتحدث عن كتاب وليس مثل اي كتاب. الكتاب وما ادراك ما الكتاب؟ الكتاب له جناحين وبهما يطير، له ماتور وبه يسير، له عينين يرى السرور والفرح، وله فم يتذوق فيه الحلوى والمرح، له يدين يتلمس بها أفكارا وأحزان، له في كل زمان سر طنان. طبعا هاي الكلمات أنا كتبتها عبد الحلقة، مش من مكان ولا مش من الكتاب. الله الله يا فنان. أهلا وسهلا فيكم. اليوم سيكون لنا لقاء متميز، أنا والأستاذ محمد التميمي. صديقنا محمد عيسى اليوم عنده ظرف فاعتذر، يعتذر منكم جميعا. سنكمل معكم الحلقات اللي وعدناكم فيها بمناقشة الكتب اللي بنقترحها، كلها باي ذا واي موجودة على مكتبة كنار أونلاين، تقدروا تدخلوها وتقرؤوها وتنزلوها بي دي اف فور فري. حترك المجال لأخوي محمد التميمي يتكلم عن ما سنقوم به ويرحب بضيفنا. شكرا دكتور جمال. الصراحة بعد كلامك بطل في ترحيب، يعني ما شاء الله كفيت ووفيت، ولكن يكفي أن نقول أنه ضيفنا اليوم متعدد المواهب يا جماعة، وضيفنا اليوم عنده شغف، يعني لما بيعمل بتعامل مع الأمور يتعامل معها بحب، تجده أقرب إلى الطبيعة وأقرب إلى الفطرة، ولكنه يدخل في الأمور بعمق، يحاول أن يجتهد اجتهاداته الخاصة، اجتهاداته هذه نحبها ونعشقها، ويعني نطرب لسماعه وهو يتكلم ويتحدث عنها. واليوم أتى بتحفة، وأحببنا أن نساعده في فتح مجال له حتى يعبر عن شغفه بهذه التحفة، لأن حقيقة فيها إبداع وفيها وهي تحفة حقا. ولذلك لن أكثر من الكلام والمقدمات، فسأدعو هو يقدم ويعرف بنفسه. أخونا الأستاذ ماجد الكردي أبو يوسف، أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور جمال، أخي محمد، وجميع المشاهدين الكرام من هذه المحطة الكنار اللي بتبث على موجات الأثير لجميع أنحاء العالم. أهلا وسهلا بكم. واليوم فعلا المقدم اللي حكاه الدكتور كانت كأنه بيتكلم عن الكتاب اللي احنا بنحكي عنه اليوم إن شاء الله، كأنه قرأ الكتاب، لأنه كل ما حكى عن هذا الكتاب. احنا قبل الكتاب أبو يوسف، نعم، قبل الكتاب خلي الجمهور يتعرف على أبو يوسف. والحقيقة أبو يوسف له عندنا فضلين، الفضل الأول له ولقراءاته ولاهتماماته ولشغفه بما يعمل، هو يحب ما يعمل ولذلك تجد منغمس فيه. والسبب الثاني والفضل الثاني أنه أنجب لهذا المجتمع العربي ابنة من أروع البنات، وهي بيان الكردي، وهي معروفة في وسط المجتمع العربي، ومن هنا أنا سأسبق لألقي عليها التحية. أهلا وسهلا أبو يوسف، وعرفنا بنفسك الآن أكثر. أهلا وسهلا يا سيدي، أنا ماجد خضر الكردي، فلسطين العزيزة الحبيبة على الكل، قطاع غزة، ومن معسكر جباليا. أهلا وسهلا. ولدت في معسكر جباليا اللي هو اسمه أصبح معسكر الثورة. بدأت أول دراساتي في القاهرة، ثم في بيروت العربية، ثم دبلوم الطب النبوي وعلم الأعشاب بالإمارات، واشتغلت في المجال الإعلامي في تلفزيون دبي تقريبا 30 سنة، وعملت برامج ثقافية مثل برنامج الأوائل، برنامج طبع بريد، حدث في مثل هذا اليوم أنا اشتغلت لمدة سنة إعدادا. والحقيقة أنا في لي كتاب أو عدة كتب، منها ما هو مطبوع ومنها ما هو تحت الطبع،
كتاب التداوي بالذهب، كتاب التداوي بالذهب اللي هو أنا عملت عنه حلقة قبل فترة على الفيسبوك، وكتاب دليل العلامة إلى مواضع الحجامة. أنا باحث مستقل في علم الحجامة، أنا مش راح أسمي نفسي محترف، أنا لحتى الآن بسمي نفسي باحث، باحث مستقل في الطب النبوي وعلم الحجامة، وتوفيق من الله سبحانه وتعالى في عنا عيادة لممارسة الطب النبوي والحجامة الإسلامية، وأنا مصر على اسمها الحجامة الإسلامية في مدينة مسيساغا في كندا، وحصلنا على تصريح من وزارة الصحة الكندية لهذا المسمى، تحت هذا المسمى بنعمل الحجامة الإسلامية في العيادة، والحمد لله زبايننا مش بس مسلمين، زبايننا من جميع الأديان ومن من لا دين له، المجتمع الكندي مليان بهذه الفئات وجنسيات أخرى غير العربية من جميع محتوى الكندي. حياك الله أبو يوسف، أهلا وسهلا فيك. أنا بتذكر جميع أنه أبو يوسف راح يكون معاي في حلقة مميزة يوم الخميس القادم اللي هو بعد يومين إن شاء الله في جمال الصحة، حنتكلم عن الحجامة ونتكلم عن أنواع الحجامة والأمراض اللي بيعالجها، فكونوا معنا إن شاء الله يوم الخميس الساعة 9. أبو يوسف، أسألك الآن شغفك في الكتب، يعني أنا كتبت المقدمة هاي بعد ما شفت الفيديوهات اللي بتحكي فيها عن كتب، وشفتك تتكلم عن الكتاب وكأنه محبوبة ومعشوقة. قلنا شغفك في الكتب، قبل ما ندخل في الكتاب اللي حنحكي عنه اللي هو أغرب كتاب هذا في العالم. طبعاً إذا بدك تتكلم عن الكتب لازم أول حاجة تتبادر لذهنك أول آية، أول سورة نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أول كلمة بدأ فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم البعثة اقرأ. يعني كلمة اقرأ كانت هي بداية الحياة الإسلامية والبعثة المحمدية على سيدنا محمد أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه. فكلمة اقرأ هي يعني ملخص الكتب، ملخص ما تريد. وكلمة اقرأ في 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 آية أخرى أكبر وأهم وأخطر من موضوع اقرأ، وهي نون والقلم وما يسطرون. يعني إحنا اقرأ واكتب، لكن ماذا تكتب؟ ماذا تقرأ؟ بدينا فيها، لكن ماذا تكتب؟ هذا الأخطر. الكتب هي النفس، الحياة، الروح اللي ممكن الإنسان يعيش فيها. لولا الكتب، لولا تدوين الكتب لما كان في حضارات، الحضارات التي لم تدون تاريخها، لم تظهر، لم تبقى. الحضارة الفرعونية ما زالت لحتى الآن لولا الكتابات اللي وجدت في الأهرامات والآثار والمعابد، كتابات باللغة الهيروغليفية. أعتقد الكتاب هو الحياة، حياة. أي بحث بدك تعمله، أي كتاب بدك تألفه، يجب عليك أن ترجع إلى المراجع اللي قبلك. يعني ممكن أنت تعد رسالة دكتوراه، رسالة ماجستير، لازم تستعين بالمراجع والكتب. أهم مرجعين في أي كتاب بدك أنت تعمله في الأمور حتى الأدبية حتى السياسية، أهم مرجعين كتابين أساسيات في كل الكتب كعرب كمسلمين: القرآن الكريم وكتب السنة الصحاح على سيدنا رسول الله أفضل الصلاة والسلام. فالكتاب يا دكتور جمال وأخ محمد تقدر تسميه نبع، نبع الحياة. الحياة إذا بدها ماء عشان تعيش، كذلك الكتاب. طيب، أنا من هذا الباب أفهم من كلامك أنه مرتكزاتك للاهتمام بالكتاب تقوم أول شيء على بعد ديني، إنه الدين يدعوك إلى القراءة والكتابة والاهتمام بالكتاب. وبعد ثاني بعد معرفي،
حتى تتعرف على الأمور المختلفة، لأنه منشوف عندك شغف تتعرف على أشياء كثيرة تعد، وهذا ربما له علاقة بوظيفتك اللي كنت تعملها في الإعلام كمعد، لأنه المعد عليه أن يقرأ كثيرا حتى يستخلص بعض خلاصة وزبدة ما يقرأ حتى يعطيه لغيره بفوائد عظيمة وكبيرة جدا ملخصة ومركزة. الأمر الآخر إنه ربما حتى تعلم غيرك وتعرف غيرك وتفيد غيرك بما تقرأ وتستفيد به من قراءتك. كيف توصلت وكيف أقول كيف تنتقي كتبك؟ يعني مررت بفترات طويلة بين العمل كإعداد في الإعلام، وهذا يتطلب من الواحد يكون مطلع، برامج اهتممت بها وقدمتها، وهذا يتطلب حتى تنتقي هذه البرامج عليك أن تكون مطلع على المكتبات، وأيضا بدأت رحلة التأليف واطلعت على بعض الكتب حتى تصل إلى ما تريد من مواضيع. كيف تختار وتنتقي كتبك؟ سؤال جميل والله. في البداية كانت اختياراتي كلها كتب يعني ثلاث ارباعها سياسة، ثقافة، في المجال الخدمات الاجتماعية، في مجال علم النفس. لكن في آخر يمكن 15 سنة اللي فاتوا كل تركيزي صار على كتب الطب النبوي وكتب الأعشاب والتداوي بالأعشاب والبحوث الخاصة بعلم الحجامة. لكن إذا احتجت أني ألف كتاب فأنا بذهب إلى المراجع اللي بتتعلق في نفس موضوع الكتاب. يعني أنا لو بدي يعني الكتاب اللي تبع التداوي بالذهب، ذهبنا إلى مراجع وبحوث تتحدث عن الذهب، الذهب أين يوجد، موضوع كثير جدا عن الذهب. فآخر 15 سنة الحقيقة أنا تركز كل يعني معظم قراءاتي ومعظم أبحاثي ومعظم قراءاتي حتى المشتريات أو الاستعارة من المكتبات كانت تتعلق في الطب الأعشاب وطب الطب النبوي والحجامة الإسلامية، حتى أصبح عندي ثروة كبيرة من هذه المعلومات وساعدتني في الممارسة. يعني وصفات العشبية، وصفات العلاجية كلها بتعتمد على المراجع الصحيحة والخبرة اللي بنكتسبها يومي من خلال الممارسة اليومية. فأنا اختياري للكتاب الآن في هذه اللحظة ما في شيء معين، أي كتاب بشوف عنوانه بيعجبني، وكثير من الكتب العنوان بيعجبني وبدخل فيه أول صفحتين أو ثلاثة بتركه ما بيعجبنيش. لكن طيب لكن أبو يوسف سؤال دائما يسأل، وخلينا نسألك وحقيقة هناك يعني نكهة لأخونا الكبير أبو يوسف، النكهة هذه في أنه يأتي من مجالات ليست مجالات الأكاديمية وليست مجالات الجامعات الأكاديمية، ولكن يحب الكتب، يأتي بعبق السنين بعبق الزمن وله شغف بالكتب. وأنا هون حاب أسألك هذا السؤال، بعد ما تغير العصر وتنقل وصارت الكتب متاحة لك على الإنترنت بشكل إلكتروني وربما متاحة أكثر بكثير مما كنت يمكن أن تصل له يديك أو يداك في المكتبات، فهل ما زلت تتشوق للكتاب المطبوع ولا تكتفي بكتاب الإلكتروني وتجد يغنيك ويكفيك؟ والله سؤال حلو. أنا من هواة الكتاب المطبوع، الكتاب الورقي، يعني الكتاب الإلكتروني برتاحلوش في القراءة، وبحب أنا حتى الكتاب الورقي بشعر إنه في صورة
بتدمغ في الدماغ. يعني الكتاب كصورة، يعني أنت لما تطلع في الكتاب وتشوف مثلا صفحة بصير عندك في ذاكرة بصرية، الذاكرة البصرية هذه في صفحات الكتاب صعب أنك تحققها في الكتاب الإلكتروني اللي على الشاشة الإلكترونية، الآيباد أو الكمبيوتر أو التلفون. أنا ما زلت أعشق الكتاب كورق، لكن لا يمنع أنه أنا أستعين في مؤشر البحث في الدخول على، يعني مثلا على أي حاجة بدي إياها مثلا من المراجع الموثوقة في البحوث الإلكترونية وفي مؤشر البحث مثل جوجل، بتحصل عليها في ثواني. لكن لو بدك تروح على الكتب بدك بحث كبير. لكن إذا بدي أنا أعتمد في الكتابة بروحش للإلكتروني، بروح للمرجع الأصلي المكتوب، وهو حيظل هذا المكتوب في 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 محبتي إلى ما شاء الله يعني. نعم. أخونا أبو يوسف، أنت بحث، أنت تبحث وتكتب، كل معظم كتبك بحثية. عندي سؤال سريع إليك، بما أنه أبنائك تربوا في المهجر، هل علمتهم حب الكتاب أم تركتهم يتعلمونه من المدارس؟ وهل أخذوا أو في جينات انتقلت إلهم بالكتاب؟ لما يكون تخرج طبيب بده يكون القراءة بالنسبة لحياته، لما بدها تكون تخرج الطبيبة بدها تكون الكتاب غصب عنها تاريخ حياتها. عندي الدكتورة هدى بنتي والدكتور يوسف، دكتور يوسف بيشتغل طبيب طوارئ في مستشفى أورنجفيل، لا يستطيع ولا تستطيع أن تبعد عن الكتاب. الكتاب لازم يكون ركيزة حياته، سواء كان ما يتعلق في كتبه في علمه أو في الثقافة. دك سميها جينات، سميها جينات، يعني في عدوى في سنة جينات. طيب سميها جينات. احنا اليوم جايبين كتاب غريب وعجيب لإخواننا المشاهدين. أنا صراحة لما تحدثت معك عن هذا الكتاب ذهلت بعبقرية هذا الكتاب، بالطريقة اللي كتب فيها هذا الكتاب. وأكيد يعني سمعنا كثيرا من العبقريات في الكتابة بالشعر، مثلا يكتب قصيدة شعرية تبدأ من اليمين إلى الشمال وتقرأها من الشمال إلى اليمين، تكون هناك مدحا وهنا ذما. كان في عبقريات في الكتابة، وطبعا هذا العرب مشهورين فيه لأن اللغة العربية كانت دائما قيد التطوير ودائما فيها إبداع وجميلة جدا. وأخونا محمد التميمي عنده برنامج بالعربي الفصيح بتحدث عن شغلات كثيرة زي هيك. لكن اليوم هذا الكتاب يعني أنا لم أرى كتابا مثله، فلو بس تعطينا لمحة عن اسم الكتاب ومؤلف الكتاب عشان الناس تعرف عن أي كتاب نتكلم. والله يعني أنا وقع تحت إيدي كتب بالمئات، سواء كانت كتب تاريخية، كتب أدبية، كتب في القانون، أنا مختص في القانون، عضو نقابة المحامين في غزة، كتب في الخدمة الاجتماعية، كتب في علم النفس، مئات الكتب. قبل 20 سنة تقريبا هذا الكتاب حصلت عليه كصورة، يعني مش بس صورة، مصور عن كتاب. فظليت أسعى إلى أن حصلت على هذا الكتاب. هذا الكتاب يعني كلمة عبقري يمكن قليلة عليه، صنايعي ممكن كمان قليلة عليه. كتاب من معجزات الكتب، من معجزات الحرفيين. يعني المؤلف لما ألف هذا الكتاب أنا بعتبره حرفية العبقرية أو عبقرية الحرفة. يعني كتاب عنوان الشرف الوافي، فيه علم الفقه والعروض والتاريخ والنحو والقوافي. المؤلف أبو يوسف، المؤلف إيش اسمه؟ الشيخ إسماعيل ابن أبي بكر المقرع. طبعا قبل ما نخوض في الكتاب،
سؤال ممكن يتبادر على ذهن أي واحد، طب ما هي هذه الكتب اللي هي ألفها اشتغل فيها الشيخ إسماعيل، ألف فيها مئات المؤلفين، يعني علم الفقه والعروض والتاريخ والنحو والقوافي، يعني هو ما جاب جديد في 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 الموضوعات مواضيع. نعم. الموضوعات وما زال الناس وما زال العلماء يؤلفوا فيها، لكن أين العبقرية قبل في هذا العبقرية الكتاب؟ نعم أبو يوسف، قبل العبقرية المؤلف قبل العبقرية، من حق المؤلف علينا إن نذكر من أين هو. أيوة، المؤلف من مواليد 1353، يعني تقريبا في حدود 700 سنة، من 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 مدينة تقع على ساحل البحر الأحمر في اليمن، يعني يمني. هو يمني، ولذلك انت لابس له هاي اللبس اللف اليمنية. نعم، احتراما وتقديرا للكاتب، واحتراما وتقديرا لأهل اليمن وشعب اليمن الحر الأبي أصل الحضارة. نعم نعم، حق. فهو من 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 مواليد اليمن، وعاش في فترة الحكام اللي هم اسمهم بني رسول، اللي هم توارثوا الحكم على مدار مئات السنين. نعم. وألف الكتاب اللي هو استغرق معاه سنوات طويلة كهدية لأحد الملوك اللي استمر في دعمه لتأليف الكتاب حتى توفى قبل ما أن ينجز الكتاب، فكمل المهمة بعده ابن الملك اللي هم من بني رسول، إلى أن تم إنجاز هذا الكتاب. جميل. هذا الكتاب هو الكتاب الوحيد له؟ لا، له عدة كتب، لكن للأسف مش مطبوعة إلا هذا الكتاب، لأنه هذا الكتاب وضح منه الإعجاز تبعه، فأخذ اهتمام كبير في المطابع المصرية القديمة، ثم وصل إلى قطر في أيام الشيخ حمد بن خليفة، اللي هو أبو اللي هو جد الحاكم الحالي، فأمر بطباعة الكتاب في مطابع قطر على حساب الدولة. نعم. ثم وزع مجانا، ثم بدأت المطابع اللبنانية تطبعه وتبيعه، وانتشر على مستوى العالم العربي. الانتشار مجرد ما ينزل السوق الكتاب في خلال ساعات بينتهي بيختفي. خلينا بس نشوف العنوان مرة تانية بس عشان الجمهور. نعم. عنوان الشرف الوافي، تأليف الشيخ إسماعيل بن أبي بكر المقرئ في علم الفقه والعروض والتاريخ والنحو والقوافي، 1 2 3 4 5 علوم. أوكي. خمس طيب. علوم. تفضل أبو يوسف، الآن خبرنا أين هي العبقرية، أين هو سر الكتاب؟ يا سيدي، هذا ليس سر ولا عبقرية، والله أنا بسميها حرفية، يعني حرفية العبقرية أو عبقرية الحرفية، يعني عبقرية الحرفة. يعني هذا الرجل، يعني كيف استطاع أن يؤلف هذا الكتاب؟ شوف، من اليمين للشمال كتاب عادي، يعني احنا كتبنا بنبدا فيها يمين شمال، صح؟ نعم صح. الانجليزي شمال يمين، مظبوط مظبوط. نعم. من اليمين للشمال موضوع من الموضوعات. اوكي. نعم. شوف، انت في عندك الوان، شايف الالوان؟ صحيح، اربع الوان، من فوق، من اعلى الى اسفل حسب اللون، كتاب اخر. اوكي. من اعلى الى اسفل موضوع اخر، كتاب اخر. من اعلى الى اسفل كتاب اخر. من اعلى الى اسفل كتاب اخر، على نفس النسق، على نفس الكلام، بلا اخلال بنقطة. طيب. بلا اخلال بتشكيل. في خمس كتب، واحد منهم كتاب عادي، يمين شمال، عمودية. عمودية. طيب. تقطع هذه.
لحظه، هذا التقاطع بدون الاخلال، يعني سيقطع لهذا اللون الاخضر البدايه، سيقطع الكتاب اليمين شمال بدون ما ياثر على الكتاب. الكتاب اللي في السطر اللي في الطرف الاصفر سيقطع الكتاب اليمين شمال بدون ما يعمل خلل في معنى الكتاب الوسط، وهكذا جميع الكتب. معلش معلش شوي استاذ محمد، يعني أيوة. في كل سطر كان يستخدم اربع كلمات، كل كلمه منها تستخدم في كتاب جديد. في كل نعم. في كل في كل عمود قصدك؟ في كل يعني السطر في اربع كلمات، كل كلمه كانت جملة أوكي بس تستخدم في جزء من مشترك. كتاب جديد. نعم مشتركة مشتركة. استنى، الكتاب الأساسي اللي هو يمين شمال. يس. نعم. تمام. الحين إحنا بدنا نستخدم السطر العمودي لكتاب تاني. الكتاب التاني أوكي. يعني لو بدنا نفترض إن هذا الكلام اللي تحت فقه كويس. نعم نعم. بدي أتكلم في التاريخ، كيف أنا بدي أختار كلمات التاريخ من كلمات الفقه عموديا بدون ما يصير في خلل في اللي انا اخترته بالمعنى وبالاختيار؟ اعطينا اعطينا اقرأ لنا سطر. قبل ما اقرأ لك سطر خليني بس اعطيك شغله مهمه جدا. ماشي. في ناس هيقولوا يا عمي طب انا بهمني كتاب الفقه، بهمني كتاب النحو، انا ايش بدي في عملية إني أقرأ من فوق لتحت أو أقرأ من شو سوى؟ راح في آخر الكتاب. شوف عبقرية عبقرية الفصل. فعلم العروض، شوف هاي علم العروض اللي بالأخضر. نعم. خلاه منفصل، اقرأ لحالك عادي. شوف كيف؟ أوكي. يعني هذا الكتاب اللي هو علم العروض أخذ جزئياته بالشكل هذا. شوف كيف؟ هاي علم العروض اللي هو كان الأخضر، هذا اللي أخذ العمود الأخضر. نعم. كتاب كامل. طيب التاريخ أخذ الأصفر، شوف الأصفر اللي هو أنت لو بدك ترجع هتلاقي هذا الأصفر اللي هو كتاب التاريخ، ففصله شوف كيف لحاله. بعدين نعم. روح على اللون اللي بعده، علم النحو، علم النحو اللي هي اللي بعده، شوفوا كيف؟ أوكي. فأنت بدك تقرأ علم النحو، والله أنا الكتاب تبع علم النحو اللي ما استوعبت النحو على أصوله ودقته إلا من هذا الكتاب. اللي هو يعني مش بس إنه فيه فن في الكتابة، كمان بدون ما يخل في المعنى وبدون ما يخل في قوة وبلاغة التعابير، قوة الإحكام. يعني هو كتاب محكم يعني. لم يخل في الوزن تبع اللغة، في وزن المعنى. نعم. في ملخص، هذا عالم كبير. يعني مش يعني أولا هو تمكن من العلوم، هذه العلوم أصبح فيها متمكن، يعني فقيه. يعني مين بدنا احنا مثلا نسميه في عصرنا نقول احد فقهاء او علماء اللي احنا في الان؟ بدون ما نسمي، بدون ما نسمي واحد منهم، لكن نعم. لكن القدره انه يجمع حرفيه، هذه الحرفيه، هذه الصناعه، صحيح. يدمجهم بهذه الطريقه، فشيء خيالي. فخلينا اقرا لك منها. منها من وين هتقرا على الطبيعي؟ من اليسار لليمين؟ من اليسار لليمين. من اليسار لليمين. يمين ليسار. مثلا فهو بيتكلم عن الزكاه. فمنها الزكاه، لكن لا تلزم الا في الرطب، لا تلزم الا في الرطب والعنب فقط، ولا يجب في الجنس ما لم يبلغ نصابا، والقدر له بعد تنقيه الحب. يعني اقرا، هذا بده يتكلم عن الزكاه، فبدك نعم. تقرا فقه كويس، صح. لكن انت لو بدك تيجي على الـ من اعلى الى اسفل، فراح تقرا مثلا
متفاعلا سنة أجزاء وبعده الرجز. بتكلم على 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 العروض على العروض على العروض. شوف شوف بدون إخلال يا رجل والله إشي إشي صح. هذا هذا هذه اللي هي النصوص اللي بتوصف بحور الشعر. وخذ على التاريخ انه امر بتاليف هذا الكتاب. التاريخ التاريخ قرأ لنا من التاريخ مثلا دقيقه شوف أمر بتأليف هذا الكتاب وجمعه مولانا وبدك تروح على الجزء الثاني. يعني أمر بتأليف هذا الكتاب وجمعه مولانا وروح هناك. طبعا ليش؟ لأنه 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 عدد الكلمات في العمود أقل، هي عبارة عن 5 أسطر مثلا، فبتكون 5 كلمات وبدك تروح على بكمل الصفحة اللي بعدها وبكمل الصفحة اللي بعدها وبكمل الصفحة اللي بعدها. بالضبط بالضبط. شيء جميل. بتعرف انا ايش قلت عن هذه العقليه؟ انه لو كانت هذه العقليه، طبعا هي خلص يعني عقليه ادبيه ما فيش فيها مجال، يعني عقليه ادبيه دينيه، لكن لو كانت هذه العقليه عقليه هندسيه، يعني لو خلينا عشان بس نقرب المفهوم، لو كانت هذه العقليه عقليه هندسيه صناعيه وقلنا له يا شيخ اسماعيل بدنا تعمل لنا طياره، هذه الطيارة تطلع من اليمن لفلسطين بنفس العقلية العبقرية اللي هي فيها تأليف الكتاب، والله لألف لعمل طيارة تطلع في دقيقة. أنا بقول إنه إحنا كأننا بنتفرج على لوحة، كيف الرسومات لما نتفاجأ كيف مثلاً الرسومات بتدخل أحياناً الحرف مع اللون مع صورة معينة مع مشهد مع مثلا متحف، بتعمل تمازج ما بينهم بدون ما تخل على بأي واحدة منهم، وتحس كأنه صارت الكلمة جزء من المتحف وجزء من الجدار وجزء من صورة إنسان، والإنسان صورته صارت جزء من الحرف، وصار في تداخل بينهم بدون ما يخل، فيهم تكامل مع بعضهم البعض وتداخل مع بعضهم البعض كبير جدا. هذه كأنه هو كان مش مكتوب كتاب، هو كأنه كان يتذوق الكتابة، يتفنن في يستمتع، يعني كأنه بيرسم لوحة يستمتع في الكتابة. إحنا اللقاء اللي فات من المقهى كان معنا فنانين من كبار الفنانين العرب في كندا، لهم لوحات مميزة ورسومات رائعة، والحقيقة لما نتفرج ونشوف التحف العربية اللي تخرج نقول إنه حقيقة إحنا ما زلنا لم نعطي ولم نتعرف على حضارتنا الخاصة بنا، لم نتعرف عليها حق التعرف ولم نعطيها حقها. طيب بدي أنا بس أزيد على كلامك بيت صغير. تفضل. لو كانت هذه التأليف أو كان هذا المؤلف كويس لوحة بعبقرية، أنا حكيت لك عن طيارة، لا خلينا نقول رسم لوحة فنية مرسومة. نعم. وظلت للحين، يعني الموناليزا لوحة فنية صح؟ صح. لو 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 الشيخ رسم لوحة بقدرات وإمكانية هذا الكتاب، قديش بتتخيل لو عرضناه في معرض كريستي هذا تبع اللوحات قديش ممكن تجيب؟ لا تقدر بثمن. أنا لسه كنت بدي أحكي عن الموضوع. دافينشي ليوناردو دافينشي لما رسم لوحاته، اللي شهر لوحاته مستقبلا إنه كل الناس عندهم توهم إنه فيها كودز، فيها أسرار لم تكتشف. ف يعني كانت هون العبرة في اللوحات تبعته. فهل الشيخ هذا لما كتب الكتاب أعطى السر دايركت ولا كان اكتشف مستقبلا؟ ولا السر لا السر من 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 الساعة اللي ألف فيها الكتاب، يعني شهدوا له أقرانه من العلماء إنه هذا الرجل يعني
عبقريته عبقريته مش 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 طبيعيه يعني. يعني عالم من العلماء من علماء عصره لدرجة أنه كان حيكون قاضي قضاء اليمن. يعني يعني عبقريته موجودة معروفة وطريقة تأليفه في في هذاك الزمان انعرفت، ولذلك سموه أول مبدع بهذه الطريقة. هل يعني أبو يوسف أنا أسألك، هل هناك من اتبع خطاه وألف كتب مشابهة؟ في الكتاب نفسه، هذا في الكتاب نفسه موجود انه في واحد لكن لم يكن بالمستوى هذا، يعني حاول يألف لكن لم يكن بهذا المستوى بهذه المستوى العبقرية. وما فيش يعني، انا بقى اناشد اي واحد في العالم سواء كان باللغة العربية او بالسنكريستية او بالهيلوغرافية او اشي في كتاب يشبه هذا الكتاب يعلن عنه، ما في في العرب ما في. لكن في تكلم عن كتاب جمع خمس علوم، يعني في كتاب واحد في صفحة خمس علوم في صفحة. yeah. صحيح في من الشعراء، في من الشعراء اللي عملوا قصائد تقراها من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين، أو تقراها من اليمين للشمال مدح ومن الشمال لليمين ذم. صحيح. أو قصيدة كاملة تقراها بالعمود مدح باليمين للشمال ذم. يعني يعني في من الشعراء والأدباء حاولوا، أما إن يكون كتاب كامل يا رجل بهذه الموضوعات الحساسة اللي بتهم كل مسلم، يعني أي إنسان عربي. خلينا نعيدها بس الموضوعات: الفقه، العروض، التاريخ، النحو، والقوافي. يعني يكفيك علم الفقه اللي هو زبدة الفقه، زبدة الفروض، الزكاة، الصلاة، الحج، كله مركز تركيز في هذا الصفحات القليلة. يعني فعبقرية لا حدود لها، عبقرية فذة. في دكتور من أصدقائي أول ما شفت الكتاب وبهرت فيه وحكيت له عنه، قال لي يا أخي أنا بدي أشوفه، نفسي أشوف الكتاب هذا. ففعلا استضافني في بيته وأخذت الكتاب معي عشان أوريه، وكنت مشتري في من المعرض، معرض الكتاب السنوي اللي بنعمل في مدينة الشارقة، كنت مشتري 10 كتب وقلت بدي أوزحهم على أصحابي، فأخذت الكتاب. فلما شافه سوداني هو، قال لي يا زول هذا مو كتاب؟ قلت له شو هذا؟ قال لي هذا بنعمل له متحف، هذا بنحط في متحف، تدفع تذاكر وتدخل تشوف هذا الكتاب في المتحف، متحف بس للكتاب، لما يحمله من 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 عبقرية تراثية. انت تخيل هذا الرجل، هذا الرجل في هذاك العصر اللي هو قبل 700 سنة وين كانوا المسلمين؟ قيس على ذلك بقية العلماء اللي كانوا منتهجين نفس النهج، مش بس في الفقه، لا في علم الفلك، في الدورة الدموية، في الطب، في الحساب، في الرياضيات، صح؟ المسلمين مش هم حطوا الأساس، الأساس العلوم في العالم اللي الآن الحضارة الغربية قائمة عليها؟ يعني هي خلينا نحكيها بطريقة تلاقح الحضارات، كل حضاره انا معاك 100%. ايوه طبعا، كل حضاره وضعت جزء واستفادت الحضارات القادمه منها، والحضارات الحاليه ليس العلوم الان ليس لها لا اب ولا ام، العلوم الان ابوها وامها الانسان، لانه صحيح. في كل حضارات ساهم فيها كل الانسان في كل الحضارات. بس في خوله طه عزيزتنا بتقول لك أكيد الدكتور الزول السوداني اللي يتكلم معك هو الدكتور عز الدين. دكتور عز الدين مين؟ مش عارف، هي بتقول أكيد الدكتور عز الدين. وضحينا يا خولة مين دكتور عز الدين؟ خليها مسابقة مين؟ هاي. هنخليها مسابقة. لا 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 مش الدكتور، لا مش الدكتور عز الدين، اسمه الدكتور الطيب. أنا عندي سؤال أبو يوسف. أتفضل. الآن إحنا حكينا إنه في 5 كتب داخل هذا الكتاب،
نعم. هل كلها بحثية أم هو سرد كتب سابقة أو أشياء يعني لم يأتي بعلم جديد، أم كانت فعلا هي بغض النظر عن ما حدث في طريقة كتابة الكتاب، هل هو جاء بعلم جديد أو بنظريات جديدة في هذا الكتاب، أم أنه فقط جمع علوم 5 علوم وضعها في كتاب واحد؟ طيب، الحين هو أول شيء كان متمكن 100%، مش 99، 100% من كل علم. يعني بده يكون ملم بعلم الفقه والعروض والنحو، علم تام، يعني بيعرف المفعول لأجله والمفعول به والفاعل والمبتدأ والخبر، معرفة تامة. لكن الجديد، هذه الكتب ألفوا فيها مئات المؤلفين، لكن طريقة الصياغة وطريقة اختياره للكلمات المناسبة في كل سطر هذه جديدة. يعني هذه حرفة، ما كانش في حدا استطاع انه يقلده، لا قبله هو اساسا مبتدعها، يعني هو هو صاحبها، هو صاحب الفكرة. ويعني في الكتاب نفسه في المقدمة احد المعلقين بيقول ولن يستطيع احد، لا قبله ولا بعده، ممكن يعمل نفس الكتاب سواء يعني كان سواء كان إنه دعم، ما هو هو تفرغ. يعني هذا الرجل لم يكن له مهنة أخرى غير العمل في هذا الكتاب. يعني الملك اللي هو كان تحت رعايته، الملك اجلس واعمل واشتغل. شكله أيامهم كان عندهم كورونا، قال له اقعد في البيت. بس مش الكورونا مش الكورونا الفيروس، الكورونا الشوكولاته تاعت زمان. ابو يوسف، الابداع العربي في الفن، في فنون اللغه كان ابداع عظيم. يعني اللي انتم بتتكلموا فيه، تفضلوا فيه موضوع انه يعني شاعر يكتب قصيده تكون من اليمين لليسار مدح، ومن اليسار لليمين ذم، ومن اعلى الى اسفل مدح، ومن اسفل الى اعلى ذم، هذا كمان ابداع عظيم. ايضا صحيح. زياد بن ابيه لما كان يلدغ بالحرف الراء، واجتمع عنده ناس حتى يعيروه بحرف الراء، خطب خطبه كامله من اولها الى اخرها، ذكر البسمله اللي فيها الرحمن الرحيم، وذكر الكلمات المختلفه، واستشهد بايات من اول الخطبه الى اخرها دون ان يذكر حرف الراء، دون ان يذكر حرف الراء، ويتجنب، وكانت من ابلغ خطب العرب. فاحنا بنقول انه اللغه عند العربي في القديم كانت فن يا جماعة، كانت حرفة مثل ما قال أبو يوسف، وكانت زخرفة يتباهى بها كما يتباهى الفنانون في كل أنحاء العالم والثقافات والحضارات المختلفة، كانوا يتباهون بالرسوم والزخارف والفنون. كان العربي يتباهى بصياغة للغة وطريقة تفننه في كتابة هذه اللغة، حتى وصل إلى كتابة هذا الكتاب بتقاطعات دون أن يخل بالمعنى أبداً، بل يبقى المعنى قوياً كما هو هنا. فهنا نسأل السؤال، سؤال رافد. رافد بقول لك تحيتي للضيف الكريم، إذا تم توزيع معلومات هذا الكتاب بطريقة الكتب الاعتيادية، يعني عملناها بطريقة الكتب الاعتيادية، أخذنا المعلومات تبعه زي ما هو عامل في آخر الكتاب المؤلف، نعم نعم، فهل سيتغير مستوى معلوماته بمعنى أصعب في الفهم؟ ابدا، بالعكس، هتلاقي تركيز شديد جدا ليساعدك في الفهم. يعني مش راح يكون في حشو وكلام كتير، لا، تركيز واضح وكبير في المعنى وفي الجمل وفي الصياغه اذا فصلته. هو اساسا الاخ مين اللي معاك؟ رافد. اشوف اخ رافد، ما هو انت يمكن ما شفتش الجزء اللي كل كتاب من الكتب مفصول، يعني في آخر الكتاب كل لون فصل عن الـ 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 الكتاب. فبتحب تقرأ أنت بدون ما نظرك يتعب فوق وتحت ويمين وشمال، روح للكتاب في الآخر مفصول، ورح ولما تقرأ الموضوع، لما تقرأ النحو أو الفقه، يعني يكفيك تتفقه
في الفقه بس هذا الكتاب، هذه الكتيب الورقات الصغيرة هذه يكفيك. نعم. في أنا في الـ في في الـ في القرآن كل في فلك، كل في فلك يسبحون. نعم. شوف هاي كل في فلك صح؟ نعم. اقراها. كل في فلك. كل في فلك. يمين شمال. يمين شمال. كل في فلك. صحيح. يعني هذه من القرآن. واحد من الخطاطين أنا اقتبست عنه خططها وكتبها، ما قال ما أشرح تحتاجه شيء. هيا من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين، كل في فلك يسبحون. نعم نعم نعم. فالإبداع نعم. فالإبداع صحيح. إشارات إشارات عظيمة. نعم الإبداع. والله أنا يعني لا أفقد الأمل حتى في العصر الحالي، لا أفقد الأمل في أن ينشأ جيل من المبدعين والمؤلفين والمخترعين المسلمين والعرب خاصة عنا إحنا. نعم. إذا كان إحنا اللي دخلنا كلمة انتفاضة على المصطلح الأجنبي، يعني كلمة انتفاضة الأبرايزينج إحنا اللي عملناها في اللي خليناهم يكتبوها كما هي انتفاضة، إحنا اللي عملناها. إن شاء الله واحد جاي إن شاء الله زيها. إن شاء الله أخونا أبو يوسف يعني لا يمل معك الحديث، وأتوقع أنه وفيت وكفيت في شرح الكتاب، كانت حلقة جميلة جدا من حلقات نادي الكتاب اللي وعدناكم فيها دائما أنه نسلط الضوء على كتاب أو كاتب أو حتى على باحث يعمل في موضوع الكتب. بدأنا في هذا المشروع مع الأستاذ محمد عيسى، وحيكون معنا إن شاء الله قريبا الحلقة القادمة. حجاوب على سؤال لو حد سأله إنه وين بده يحصل على الكتاب، لو أجي سأل واحد. نعم. من أين. نعم. أحصل على هذا الكتاب؟ طبعا في كندا، في كندا موضوع الكتاب إنساء يعني تماما. في الأردن في مكتبة راحت بنتي دكتورة هدى شافته في مكتبة وكان عنده بس نسختين، لكن الأصل بهذه الطريقة وبهذه الطباعة الفاخرة في لبنان موجود. يعني في أقول لك إيش المطبعة، المكتبة العصرية صيدا بيروت، يعني هذا الكتاب صادر عن المكتبة العصرية في بيروت، المكتبة العصرية بيروت. اللي حابب مثلا يشتري عن طريق المراسلات أو يتراسل معهم ممكن يحصل على النسخة منه، ومش غالي الكتاب، يعني تقريبا في حدود $20 بس. نعم. نشكرك شكرا جزيلا. فعلا أبو يوسف زي ما بيحكوا الجميع، حتى الضيوف الكرام استمتعوا، أنا شايف التعليقات تغرد علينا وتأسرنا حبا برؤية أبو يوسف مرة تانية. إن شاء الله نوعدكم نستضيف أبو يوسف في حلقات أخرى. الأخ ماجد أبدعت وكفيت وفيت، بارك الله فيك وبارك لك في ذريتك، وإن شاء الله رب العالمين نشوف خيرهم دائما. بعطيك آخر دقيقة إذا بتحب توجه أي شيء للجمهور الكريم، تفضل. والله أنا تحياتي وحبي للجمهور الكريم اللي بيشاهدنا وبيشاهد المحطة هذه الرائعة والقائمين عليها الرائعين، وإن شاء الله هذه أي أول بداياتي معاكم، إن شاء الله حكون أستمر معاكم في موضوعات أخرى وشيقة إن شاء الله حتكون وتحبوها، وكل الحب والمحبة للمشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكرك أخونا أبو يوسف، يعني تمثل حقبة رائعة من الزمن الجميل جدا، والرجال اللي عندهم هذا الهم ولا يشيخوا أبدا، يبقوا شبابا حتى لو أنارت وجوههم هذه اللحى البيضاء، لكنهم يبقوا شبابا. لا لا هذه لا 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 صبغة
هذه سمنه بيضه. ان شاء الله دائما شباب العمر يا رب. يبقوا شبابا وهمما عاليه يعني نفتخر فيها ونتعلم منهم ويمدون بالطاقه. شكرا جزيلا، يعطيكم العافيه جميعا، وشكرا لكم الكريم. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمه الله. باسم قناه تي في بنشكركم مره ثانيه، بنشكر جمهورنا اللي كان معنا، الجمهور الوفي اللي دائما بحب يكون معنا لايف بحيث انه يسالنا ونسال الضيف. بذكركم بحلقات اليوم الساعه 9 حتكون عندنا حلقه مميزه مع الاستاذ محمد تميمي، حيتكلم عن بزنس جديد، حلقه مميزه مع صاحب مطعم بترا في ميسيساغا. كونوا مع الحلقه، ما بدكم تفوتوها لانه من الحلقات اللي فعلا راح تستفيدوا منها. بذكركم غدا حيكون عندنا يوم سبيشال الساعة 7، حيكون عندنا نادي التكنولوجيا كما وعدناكم، حنتكلم عن ماني العملة الديجيتال، الشغلة الجديدة اللي الناس كلها بتحكي عنها. وبعدين حنبدأ في تغطية سبيشال لكندا داي، راح يكون معنا كونسلر من سيتي اوف اوتاوا يتكلم عن أشياء. حنعطيكم بكرة برزنتيشن أنا ومحمد عن معلومات يمكن حتى اللي ساكنين في كندا لهم سنين ما بيعرفوها. فحنكون بكرة يعني بالأحمر هيك، حنسوي الشاشة مع أنه هلأ حمراء بس حتزيد حمارا وحتزيد جمالا إن شاء الله. وبنحكي لكم شكرا لكم مرة تانية، والله يعطيكم ألف ألف عافية. تيونون وإن شاء الله نراكم قريبا.